للحديث أكثر حول المنصة المدشنة يسرنا أن يكون معنا السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. بعد التحية مساء الخير. طبعا بلا شك أن جهود كبيرة بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز التحول الرقمي بالمملكة وتقديم خدمات حكومية متكاملة وآمنة في نفس الوقت، مع الارتقاء طبعا بالعمل الحكومي بما يحقق التطلعات. في البداية نود لو تطلعنا أكثر على هذه المنصة، منصة الخدمات الذاتية والمطورة والتي تم تدشينها اليوم. سيد محمد مساء الخير. مسي على السادة المشاهدين بالخير. الحقيقة سعيد بهذه الاستضافة وأشكر لكم دائما اهتمامكم بكل ما تطرحه الهيئة من مشاريع وخدمات اللي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وطبعا يعني أود الإشادة بتوجيهات معالي وزير الداخلية ودعم معالي المشاريع والمبادرات الوطنية التي تطلع بها الهيئة والتي كان لها الأثر الكبير بتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وخلقت طبعا مزيد من الدافعية لدى منتسبي الهيئة، وإحنا إن شاء الله ماضيين يعني بتوجيهات السديدة في هذا الاتجاه. مثل ما تفضلتي أختي، يعني المنصة هذه إحنا عندنا منصات مطورة تم تدشينها قبل فترة، كان في عدد كبير منتشر في المملكة. هذه المنصة مختلفة عنهم أن فيها مميزات خاصة، مميزات أمنية خاصة، تقرأ البصمة وتقرأ من البطاقة الهوية وأيضا تكتب على البطاقة. نعم، مثل ما نعرف القارئ موجود في كل مكان، والقارئ يعني منتشر، أما عملية الكتابة فتحتاج أجهزة خاصة جدا غير موجودة إلا في الهيئة، داخل الهيئة. فبالتالي هذه الأجهزة عندنا الآن 5 منهم في 3 فروع تم توزيعهم، بإمكانها أنه يتحدث الشريحة الموجودة داخل البطاقة وترتبط ب 21 من الأنظمة وقواعد البيانات اللي في الحكومة، وزارة العدل، التسجيل العقاري، هيئة تنظيم سوق العمل، الجوازات، العدل إلى آخر، الهيئة نفسها، يعني مجموعة كبيرة جدا من الأنظمة تقوم بالتكامل مع هذه الأنظمة تقرأ منها، وبالتالي بإمكان تحديث المعلومات بشكل آني وسريع وسهل ترع من الإنجاز. طبعا الأجهزة هذه يعني خلت منه وقت جدا كبير، يمكن أكثر من 2 من التخطيط والتفكير، فهي يعني تعتبر تطويرها بهذا الشكل ابتكار بحريني بأيدي الكوادر الموجودة حقيقة لفخورين بهم في الهيئة. نعم سيد محمد، قبل أن أسألك عن الآثار الإيجابية، هل تم تحديد الأماكن التي سوف توضع في هذه الأجهزة؟ هل تم توزيعها على بعض المناطق؟ بالضبط، موجود اليوم طبعا الأجهزة في مقرات الهيئة. نعم، سواء في مدينة عيسى المقر الرئيسي عندنا أكثر من جهاز، وأيضا في مقر الهيئة الموجود في ميناء سلمان، ومقر الهيئة الثالث اللي هو موجود في مجمع سيف عراد. الجهاز الموجود في مقر سيف عراد يعمل 24 ساعة لأنه في مجمع، فبإمكان المواطنين أنهم يعني يتجهون له ويحدثون بياناتهم في أي وقت دون أي موعد. نعم، إذا ما هي الآثار الإيجابية التي سوف تنعكس على المواطنين والمقيمين على حد سواء جراء تدشين هذه المنصة؟ يعني إحنا الحقيقة دائما لازم نستفيد من الجوانب السلبية ونبني عليها. بعد الجائحة مثل ما لاحظنا صار في هناك تباعد اجتماعي، صار فيه هناك تحدي كبير. نعم، في استقبال أعداد كبيرة جدا من المواطنين. يعني معظم خدماتنا في الحكومة استطعنا أن احنا بحزم كثيرة جدا تحويلها بشكل إلكتروني، شهادة الميلاد، الوفاة، العناوين الآخرة. ليش؟ لأنها هي اتجاه واحد، وثيقة تصدر وترسل للمواطن. بطاقة الهوية تحديثها تحتاج أن البطاقة موجودة عند المواطن، يحتاجها طول الوقت نجلبها للهيئة، ففيها انتقال تحديثها ثم ترجيعها. ففي الغالب كان من الصعب تكون بشكل إلكتروني ويجب الحضور الشخصي، ففكرنا بطريقة مبتكرة أن احنا هذه البطاقة الآن كيف ممكن نحن نحدثها بدون حضور وبدون ما هو يحتاج إلى مواعيد. طبعا الجائحة مع التباعد الاجتماعي وقلة الموظفين، نعم، صار في شكاوي لأن المواعيد غير متوفرة، وصار 70% من الشكاوي اللي تينا على تواصل لدى الشمس ولي العهد بسبب المواعيد القليلة. فإحنا بهذه الخدمة إن شاء الله راح نستطيع أن إحنا يعني نسهل الإجراء، نقلل الضغط على المكاتب الأمامية، ما يحتاج موظفين، ما يحتاج مواعيد. يعني لو شفنا مثلا فقط خدمة معاملة تحديث الشريحة في 2019 120 ألف معاملة في السنة، في 2020 81 ألف، السنة هذه حتى الآن 17 ألف. كل هاي المعاملات بالإمكان الآن تكون بشكل آني من خلال الجهاز، ثواني معدودة جدا، يعني ما يحتاج حتى الواحد يدخل بيانات اللي بيحدث، راح تقرأ إلكترونيا وتحدث في خلال ثواني. الخدمة الثانية اللي هي الإشعارات الحكومية، في 2019 تم تسجيل 50 ألف مواطن،
2020 35,000، 2020 10,000. نعم. هذه ايضا خدمه ثانيه موجوده بالامكان. الخدمه الثالثه اللي احنا الان نعمل عليها طبعا في المرحله القادمه، اللي هو التسجيل في مفتاح الكتروني. المفتاح الالكتروني مثل ما نعرف هو يعتبر الواجهه والدخول لكل الخدمات الحكوميه. يقدر الواحد عنده يوزر اي دي وباسورد لكلمه المستخدم وكلمه السر، ويدخل على بيع، شراء، سجلات، تحديث الى اخره، اصدار جواز. فتحتاج الى سريه جدا عاليه. فالان من خلال الجهاز وضع البصمه مع الكاميرا الموجوده بامكان انه هو يحدث بياناته وايضا يسجل في المفتاح الالكتروني. فيعني هذه تعتبر حقيقه نقله كبيره جدا، لان الخدمات اللي في السابق كنا يعني ما نستطيع تحويلها بشكل الكتروني من خلال هذه المنصه. الان والطريقه المبتكره بامكان ان احنا نقدمها بشكل الكتروني كلي. نعم سيد محمد، انجازات الهيئه تحتاج الى مزيد من الوقت للتحدث عنها. طبعا السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه، شكرا جزيلا لك.